أهلا بكم إلى السابعة وفيها برازافيل تقول في آخر أيامها إنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية وتمهيد الطريق لاجتماع أديس أبابا نوفمبر المقبل. مركز لذوي الاحتياجات الخاصة يشكو الهوة الكبيرة بين ازدياد الحالات نتيجة الحرب وبين الدعم الحكومي. جز الأغنام موسم ثقافي ليبي تصدح فيه أهازيج مميزة تعكس ثقافة المنطقة وتجتذب اهتمام الشباب. Speak to these parties, they have diverse views. They have diverse views and of course there are areas of convergence, the areas of divergence. As long as we have identified the areas of convergence, the areas of divergence, our work now is how to narrow the areas of divergence so that we can move forward. If really we can get the teams to meet and amend the Libyan political agreement, which there is consensus on what to amend. If that can be done, then you can have new dispensations. بهذا علق الرئيس التنزاني السابق على اختتام الاجتماع الإفريقي الأخير حول الأزمة الليبية. فقد انتهى اجتماع برازافيل ببيان كانت أبرز نقاطه أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية. الاجتماع الذي انتظم في الكونغو وشارك فيه من الجانب المحلي رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، بالإضافة إلى مشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فيما حضره من الجانب الدولي المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة وممثلون عن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إضافة لممثلي دول كل من جنوب إفريقيا والنيجر والسودان والجزائر وموريتانيا وتونس وغينيا وتشاد ومصر، إضافة لرئيس البلد المضيف الكونغو. وختم المجتمعون بيانهم بالتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهد لاستتباب السلم والأمن من أجل تنظيم انتخابات ديمقراطية في ليبيا بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للحكومة المقترحة السبت. يذكر أن اجتماع برازافيل هو الرابع إفريقيا حول الأزمة الليبية، كما يشار إلى أن المجتمعين اعتبروه تمهيدا لاجتماع آخر بعد شهرين لتقييم اجتماعات لجنتي الحوار بعد اتفاقها على عودة المفاوضات حسب ما تم إعلانه. حول هذا الاجتماع وإن كان وجود تمثيل ليبي من أغلب الأجسام السياسية يشكل نقطة فارقة، أم أن وقوف أغلب تلك الأجسام على ذات الضفة لن يضيف جديدا باعتبار واقع الحال على الأرض؟ وهل يمكن للثقل الأفريقي أن يوازي الكفة في مقابل الثقل الأوروبي الموجود عمليا؟ ينضم إلينا رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية المختص بالشأن الأفريقي المستشار عبد المنعم بوصفيطة، كما ينضم إلينا أيضا من السودان الصحفي ربيع عبد العاطي. هل بداية سيد بوصفيطة، هل تجد لبرازافيل ثقلا يذكر في مقابل تدخل فرنسي إيطالي روسي متفرقين في الأزمة الليبية؟ نعم، يبدو أن هناك صعوبة في التواصل مع السيد بوصفيطة. ننتقل للصحفي السوداني السيد ربيع عبد العاطي. سيد عبد العاطي، لو طرحت عليك ذات السؤال حول الأزمة الليبية، هل تجد لبرازافيل ثقل يذكر في مقابل التدخل الفرنسي الإيطالي الروسي الموجود فعليا على الأرض في ليبيا؟ نعم سيد عبد العاطي، سيد ربيع إن كنت في الاستماع. يبدو أن هناك مشكلة في أيضا التواصل مع الصحفي السيد ربيع عبد العاطي. إذن مشاهدينا،
الكرام، انتهت قمة برازافيل الخاصة بالأزمة الليبية ببيان أكد فيه على عدم وجود أي حل، أو أن الحل في ليبيا لن يكون، لا يمكن أن يكون عسكريا، وكما ذكرت بمشاركة الأطراف الليبية المدعوة لهذا الاجتماع والمتمثلة في رئيس الحكومة المقترحة فايز السراج، بالإضافة أيضا إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، وكذلك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وأيضا كان هناك تمثيل للأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة، وكذلك أيضا التمثيل الأفريقي المتمثل في دول المحيط الليبي، بالإضافة إلى أيضا رئيس القمة أو الرئيس الكونغولي المستضيف لهذه القمة. أيضا ينضم إلينا حاليا السيد عبد العاطي أو السيد الصحفي ربيع عبد العاطي من السودان. سيد عبد العاطي، إن كنت في الاستماع كنت قد سألتك عن دور برازافيل حاليا أو ثقل برازافيل مقارنة بالثقل الفرنسي الإيطالي الروسي الموجود عمليا في ليبيا. نعم، أولا هذه القمة في برازافيل قد أكدت تماما ضرورة أن تحل الأزمة الليبية حلا سياسيا، وأن يكون هناك وفاق ليبي، وأن يكون هناك دعم أفريقي ودعم فرنسي ودعم أوروبي لهذا الوفاق الليبي، وذلك نسبة للوضع الذي تكون فيه ليبيا، وهو وضع حقل جدا سواء كان في القارة الأفريقية أو سواء كان بالنسبة للدول الأوروبية. نعم. نعم السيد ربيع عبد العاطي، إن كنت في الاستماع كنت قد سألتك عن الحاضرين أو الممثلين للأطراف الليبية في اجتماع برازافيل. من الجانب الليبي يمكن تصنيف الحضور بأنهم ينتمون لذات المعسكر، خاصة بعد الخلاف الذي ظهر بين حفتر ومجلس النواب عامة ومع رئيسه خاصة، فما مدى جدوى ذلك على الأرض؟ نعم سيد ربيع. ألو. نعم سيد ربيع، إن كنت في الاستماع. الاتصال ما كويس يا أخي، الاتصال ما جيد. سيد ربيع، يبدو أننا نواجه مشكلة في التواصل مع الصحفي من السودان ربيع عبد العاطي حول موضوع أو نتائج قمة برازافيل. مشاهدينا بعد الفاصل. السابعة داخل مركز الدفنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا بكم من جديد. لا يبعد 10 كيلومترات عن وسط مدينة مصراتة، غير أن المسافة بينه وبين الدعم الحكومي أكثر من ذلك بكثير، حسب ما قال لنا مديره الذي وصف وضع الجهات الحكومية بالنوم العميق. فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والذين أصيبوا بأمراض وإصابات جعلت حركتهم وحياتهم أصعب من غيرها، غير أن ذلك لا أو غير أن ذلك لا يسلبهم بالتأكيد حق الأدمية والاحترام الإنساني الذي يكفله لهم الدين ويحفظه لهم القانون. قبل مناقشة الهوة الحكومية والمجتمعية لهذه الفئة، يطرح مركز الدفنية أو نطرح مركز الدفنية كمثال ونموذج لعديد المراكز التي تعاني ذات المعاناة. هذا ما رصدته كاميرا السابعة من داخل مركز الدفنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
تشمل شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان سمعية أو بصرية أو توحد أو حركية، تشمل جميع الحالات. وطبعا احنا من دون مركز الاحتياجات الخاصة أسس في سنة 2014 بالتحديد، يعني هذا المركز يسعى سعة الانتساب داخل المركز في حوالي 85 حالة في منطقة الدفنية، يخص الدفنية وزريق وبروية. طبعا المركز يسعى سعة المتطوعات داخل المركز حوالي 19 إلى 20 متطوعة. قمنا بإعداد برامج وهي دروس خصوصية لهذا الحالات، تشمل الرياضيات والحاسوب والتربية الإسلامية والإنجليزي واللغة العربية والإملاء والخط، وكذلك الرحلات الترفيهية داخل هذا المركز. وللأسف يعني الجهات العامة في نوم عميق لهذه الشريحة، ولا أي اهتمام فعال لهذه الشريحة إلا ما قل وندر من بعض الجمعيات المحلية والدولية والناس الخيرة بالمنطقة، وخص بالناس الخيرة بالمنطقة يعني بارك الله فيهم، وقفوا وقفة كويسة واستعداد كويس. ولكن كجهات عامة بصراحة نلقوا في التقصير وعدم المبالاة لهذه الشريحة نتيجة أن وجود عدد كبير بالذات بعد الإصابات 2011 لحديث الآن نتيجة الحروب ونتيجة كذا، فازداد علينا العدد والحمل وما لقيناش يعني اليد العون من أي جهة عامة ترفع هذه المعاناة لهذه الشريحة. وإحنا بادلين جهد يعني من ناحية الدورات، وقمنا بإعداد صالة علاج طبيعي إن شاء الله حتفتتح الأيام القادمة، هذه الصالة لتوفير العلاج الطبيعي للمنتسب. فنطلب من جميع الجمعيات الأهلية والدولية والمحلية والناس الخيرة بالمدينة الوقف الجاد لهذه الشريحة. أنا وزبيع متطوعات يمكن 20 متطوعة ولا 19 متطوعة، ونقدم في خدمات بسيطة لأن حالة الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع محمد القدادي في البداية في الشؤون الاجتماعية الدفنية، هو اللي أسسنا هذا المكان وشاركنا في حتى في معارض التقنية الطبية ومعرض الأسرة المنتجة، معارضين الأسرة المنتجة وشاركنا فيهن. إذن مشاهدينا، لمناقشة الدعم الحكومي لهذه الفئة ينضم إلينا عبر الهاتف عضو مجلس إدارة جمعية أبطال ليبيا السيد عبد الله بن غلبون، ولمناقشة أيضا النظرة المجتمعية ينضم إلينا عبر الهاتف أيضا الدكتور ساسي سعيد. بداية سيد عبد الله، باعتبارك مديرا أو استمعنا أيضا لمدير مركز الدفنية تحدث عما وصفه بالنوم العميق للجهات الحكومية تجاه هذه الفئة، فهل توافقه الرأي باعتبارك أيضا عضو في لجنة مختصة بالمبتورين وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة؟ نعم سيد عبد الله، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع السيد عبد الله، سنعود إليه لكن بعد أن أسأل السيد ساسي سعيد عن أو سيد عفوا السيد ساسي موسى. سيد ساسي، يعني تحدث بعض القائمين على المركز أو مركز التأهيل يتحدثون عما يمكن وصفه بالنظرة المجتمعية القاصرة لهذه الفئة ومعاملة تفتقد للاحترام أو لاحترام إنسانيتهم، ما مردها برأيك؟ طبعا أول شيء بارك الله فيك على الاستضافة في هذه الحلقة، وهذا الموضوع صراحة موضوع مهم لفئة المعاقين زي ما ذكرت حضرتك أو ذوي الاحتياجات الخاصة. هي النظرة طبعا النظرة الدنيا ما تجيش من عامة الناس، العكس عامة الناس كلهم متعاطفين معك في هذه المشكلة. في الدولة بصفة عامة زي ما أسلف الحديث الأستاذ توا في التقرير اللي كنت توا تستمع عليه، يعني صراحة في قصور كبير جدا صراحة. معظم المؤسسات اللي في الدولة تشكي صراحة مراكز المعاقين مراكز الفئات الخاصة يشكوا قلة الدعم لهالفئة هذه، وانت تعرف ان نسبة الحالات الفئات الخاصة في ليبيا في عدد كبير في زيادة،
سواء كانت من لاقتين الاطراف، سواء كانت من المكفوفين، سواء كانت من الحالات العقليه اللي عندنا في البلد، عندنا حالات واضحه زايده سواء كانت حاله توحد او تخلف عقلي. هذا موضوع خطير جدا صراحه، حالات نتيجه الحرب اللي صارت في ليبيا، نتيجه اللي هو اللي صار. المشكلة الأكبر اللي عليها طبعا المعوق أو الشخص اللي تقدم الحركة متاعها فجأة، يعني مشكلة أكثر من اللي جاي من الأول، إحنا نقولها أو من الولادة متاعها تكون عندها معاناة كبيرة. نظرة المجتمع تأتي في الدولة أكثر شيء في توفير إمكانيات للفئة هذه، نعم، الاحتياجات، لأن فهمها أنه أخذ تحت بحيث بالدنيا وما حدش بالنقص في المجتمع طبعا. عند هذه المشكلة تحديدا سيد ساسي، وهنا تتحدث عن النظرة القاصرة، هو ما نعني به التعاطف مع هذه الفئة، لماذا لا يتم معاملتهم كأناس أسوياء وأيضا عدم النظرة لهم أيضا بنظرة التعاطف حتى وإن كان من المجتمع؟ بالنسبة للأشياء هذه أستاذ محمد، كلها جيل ثقافة المجتمع، لما تكون في ثقافة المجتمع تتكلم عن هذا الموضوع حيال الفئات هي على حيال الفئات هذه تتلحى النظرة هذه أو الوصمة ضد الناس وهم بصفة عامة. احنا ما درنا تقرير أو برنامج أو بحث بخصوص هذا الموضوع، لقينا نسبة 95% من الناس العادية متعاطفة بالعكس مع الفئات هذه، يعني واخذوا حقها. لكن المشكلة من ناحية الإمكانيات، من ناحية المجتمعية، زي الناس المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية، الوزارات المعنية اللي هي المفروض توفر برامج زي هذه، وضع استراتيجيات أو آليات تخدم الفئات هذه بحيث تضمن الحق متاعها. تعالى على سبيل المثال، يعني معظم الدوائر الخاصة المعاشات متاعهم متدنية جدا جدا، ونظرة تقاضوا في مرتب 300 أو 400 دينار اللي هي ما تدهمش حق بلا مؤاخذة حفاضات أو حتى حق أدوية. هذا موضوع اللي طبعا صراحة يعني ما هوش موضوع هين أو موضوع سهل، يعني أقل شيء يعني الإنسان الحياة الخاصة لما جيت تسبلة فيها تلتة في الشرابة في الثلاث نتاعها، يعني يبي في الشهر أقل من 1000 إلى 1500 دينار. حتى هذا موضوع له نظرة له قطوة شوية بخصوص الناس هما، يعني في حقهم المعاملة نتاعهم معاملتهم بالعكس. طبعا احنا الحمد لله مجتمع إسلامي الحمد لله، أو كناس عادية يعني نعامل فيهم أحسن معاملة. المشكلة المعاملة اللي المجتمعية كالمؤسسات المسؤولة في الدولة المفروض التعاون فيها هذه وتوفر لها حياتهم نتاعها وتنزل هذه العون. زي ما تكلم مثال في التقرير يشكي قال لك احنا ما عندناش امكانيات، وصح يعني معظم الناس او معظم الجهات تشتغل على المتطوعين صراحه بارك الله فيهم، والمتطوعين في التلاتين يكونوا من ذوي اهل الطالب نفسه، نعم، يعاونوا الصغار وزي ما تقول يعني يساعدوا. نعم نعم سيد ساسي، هنا نتحدث ايضا عن ان التعاطف احيانا لا يكفي لربما من المجتمع، ولكن ايضا الدوله او لذوي الاحتياجات الخاصه حقوق ايضا على الدوله فيما يخص توفير اعمال لهم، وكذلك ان مساواتهم ايضا بالاسوياء ان صح التعبير حركيا. من خلال الاحصائيات التي قمتم بها، هل لديكم اي تواصل مع الجهات المسؤوله فيما يخص هذه الفئه؟ والله بالنسبه لي نتكلم على نفسي، نتواصل اكثر شيء مع جمعيات المجتمع المدني اذا تقول معنيه بالبرامج هذه. وعندنا برامج تدريبيه احنا قمنا بها زي مع المكفوفين وقاصين الحركه، درنا عده برامج الصم والبكم، احنا كمان في وقت مرة درنا عده برامج. المشكله حتى على سبيل المثال مثلا معظم القاصين الحركه يقول لك انا والله ما نقدرش نكمل قرايتي لان المدرسه ما فيهاش زي تقول حاجه تلبي المعاق حركيا انه يقدر يخش المدرسه، زي حكايه اللي هي يستخدمون سلالة معينة أو الطريقة المعينة أو طريق معين خلينا يركب المعاق الحجر الدراسية. المكفوفين بصفة عامة يعني والله إحنا أقل شيء مش متوفرتنا العصا البيضاء وثقافة المجتمع، ما عندهمش ثقافة إن مثلا يخدم حد مثلا كفيف كذا عصا بيضاء توقف للسيارة وش يخدم الطريق ويقص السم البكم. بصفة عامة حتى المناهج وخاصة الفاقدين البصر يعانوا من المنهج طبعا اللي يستخدموا فيه لفاقدين البصر، ما عندهمش مناهج او الكرزات الخاصه بخصوص الموضوع في هذا. السم البكم لغه الاشاره حتى من الادوات اللي المفروض توفر لهم عنده شويه نقص ويعانوا بخصوص الموضوع هذا. واحنا والله كل الدعم كل المجهودات الذاتيه تخدم مجهودات ذاتيه بين المجتمع بين الدوله وين الجهات المعنيه اللي ترفض الوظائف العمليه في الميزانيه مش على الاقل التعاون في هذه. نعم زي ما قلت لك بكري للاسف الشديد في ليبيا خاصه في السنوات الاخيره، يعني جت لنا حالات من الجهات الخاصه واضحه في ليبيا نتيجه اول شيء التدني في 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 مستوى المعيشه والتغذيه. بت معظم الامهات ينجوا في اطفال تشوهات خلقيه، هذا اللي بي ما يعرفوش الشيء زي هذا كانوا نتكلموا عليه.
النقطة الثانية انتشار اضطراب التوحد في ليبيا، انتشار كبير جدا جدا نتيجة دخول المخدرات ليبيا كمية كبيرة في المريخ. الناس اللي عندهم مشكلة في الحركة، الأعقاب الحركية نتيجة الحروب، نتيجة الألغام اللي صايرة هذه، يعني كلها مثبتنا في حياة أعداد كبيرة ورهيبة جدا جدا، زيادة كبيرة مقارنة بالدول المجاورة عند سكان ليبيا، توصل للنسبة من 2 إلى 3%. هذا موضوع خطير جدا جدا، المفروض الناس تنتبه له. الخطة الاستراتيجية في الدولة تشهر الموضوع هذا، نقدر نعاون الفئه هي ونفرض كل الامكانيات والدعم اللي هو النفسي والدعم الاجتماعي، حتى هو مهم لاهميه كبيره. لما المعاق مش لاي مؤسسه، سواء كانت مؤسسه تعليميه او مؤسسه خدميه، يلقى المسلك نتاعه ويلقى الخلاف خاصه به هو كشخص من حياته. نعم، بالوقوف 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 على هذه النقطه تحديدا، وهي توفير الخدمات كما ذكرت في سواء كان في المؤسسات التعليمية أو أي مؤسسات حكومية أخرى، ما هي مساعيكم كمؤسسات أهلية أو إن صح التعبير أو في التواصل مع الدولة، ربما لحثها على سن قوانين أو ربما لتسهيل العمل على ذوي الاحتياجات الخاصة بين ضفرين، وإن كان عدم استخدامنا لمصطلح معاق، ربما هناك بعض نعم الاحتياجات الخاصة طبعا حديثا ما نقول معاق، نقول من ذوي الاحتياجات الخاصة. سيدي محمد، نقطة مهمة جدا صراحة. والله شو بنقول، احنا المذكرات اللي أعدت للأسف الشديد بخصوص المواضيع زي هذه كلها حبيس الأدراج، ما فيش حد من طعن عليها، ما فيش حد انتبه لها. تندار يوم عالمي، ندار برامج، يجوا المسؤولين ويجيك كده وتلقى فيه وعود، لكن حاجة الأرض الواقع غير متوفرة. تجي المعاقين في منطقة جنزور، تجي الفئات الخاصة مثلا في الأندلس في منطقة تجوكا على سبيل المثال، المكفوفين اللي في منطقة غوتشاكا بنتكلم يعني بصراحة، تلقى في معاناة كبيرة جدا من ناحية النقص في الفئات هي. ما فيش هيك الموارد، ما فيش هيك احتياجات توفر للناس، واضح ما يقدروا يكملوا الحياة تاعهم كناس على الأقل لهم حق في المجتمع هذا. انه لهم جزء من المجتمع الليبي، يعني في الاخير ابنائنا هذول، ناسنا هذول، اولادنا. والمشكله يعني انها مش من طول، المشكله من عشرات السنين للاسف الشديد، بتتفاقم كل سنه لسنه تتفاقم. تجي حتى الاسر حد ذاتها، تسال الاب وتسال الام، يقول لي والله انا عندي ولدي من الدرجات الخاصه نعاني في معاناه كبيره، اقل شيء الاكل نتاعهم، الاحتياجات نتاعهم، نعاني بصراحه. هذا الموضوع ما هو شيء. نعم السيد ساسي، أنت تحدثت بصفة عامة، ولكن لو عدنا إلى نقطة مهمة أيضا ذكرتها، وهي الحديث عن مبتوري ومصابي الحروب في ليبيا، وهنا نعود بالسؤال إلى السيد عبد الله بن غلبون الذي انضم إلينا أخيرا. سيد عبد الله، كنت قد سألتك عن دوركم كجمعية مختصة في أو جمعية أبطال ليبيا المختصة بشؤون مصابي الحروب، ما هو الدور الذي تلعبه الجمعية في ظل أيضا المعاناة التي استمعنا لها في تقرير مركز الدفنية؟ نعم سيد عبد الله، سيد عبد الله إن كنت في الاستماع. سيد عبد الله بن غلبون أيضا ما زلنا نعاني من ذات المشكلة في التواصل مع السيد عبد الله بن غلبون، عضو مجلس إدارة أو عضو في مجلس إدارة جمعية أبطال ليبيا لمصابي ومبتوري الحروب. إذا بالعودة إلى السيد ساسي موسى، في الختام سيد ساسي، إن كان هناك كلمة توجيهها للمسؤولين وربما لكل من يستمع إلى السابعة اليوم، والتي أثارت موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة والمبتورين في ليبيا، وإن كان هذا الملف الحساس يحتاج إلى وقت طويل للنقاش فيه، ما هي الدعوة التي توجهها للمسؤولين للنظر لهذه الفئة؟ ألو. نعم سيد ساسي، ما سمعتش سؤالك لو سمحت. نعم سيد ساسي، كنت قد سألتك إن كان هناك أي كلمة تود توجيهها للمسؤولين وربما للمشاهدين من خلال السابعة حول هذه الفئة، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمبتورين، ونظرة الدولة لهذه الفئة، خصوصا أنه ملف يحتاج إلى حديث وحديث أو يطول فيه الحديث. أكيد احنا كما نتكلم على الفئات الخاصة زي ما قلت حضرتك، لا تكتفي حلقة واحدة في حق الناس، ونكون احنا شاهدين في حقهم بصراحة.
أكبر توجه لها الدولة هذه من خط استراتيجية أو من خط هيكلية أو من خط خطة كاملة شاملة أو دراسة جدوى لهالفئات. هي للأسف الشديد صراحة يعني والله يعني في الأخير يعني في الأخير أولادنا وبناتنا في الأخير يعني حرام إنهم حقهم في مجتمع إسلامي يعني صراحة بهالشكل هذا صراحة. لأن زي ما قلت لحضرتك هذه آخر مرة كان لنا دورة درناها مع الفئات هذه زي ما تكلمت معك خارج الهواء يعني صراحة يعانوا في معاناة كبيرة. نتمنى بس نتمنى الجهات المعنية أو الناس المسؤولين في الدولة اللي عاد عليهم الدولة إن هي تنظر لنا فهمها بنظرة أن هم لهم حقوق في الدولة زي أي إنسان طبيعي. النص اللي نحط في منظمة الصحة العالمية لحقوق الناس ما كان واضح بخصوص أعطاء الحق لهم في كل شيء، توفير لهم الخدمات، توفير لهم أي شيء ناقص للناس هاي طبعا. نعم السيد ساسي موسى المختص في او في ملفات الدوية الاحتياجات الخاصة، شكرا لك لانضمامك معنا الى السابعة. مشاهدينا ايضا بالانتقال الى او الى جزئية اكثر خصوصية في هذا الملف، كنا اردنا التواصل مع السيد عبد الله بن غلبون أو عضو أو معنا حاليا السيد عبد الله بن غلبون عضو في مجلس إدارة جمعية أبطال ليبيا. سيد عبد الله كنت قد سألتك عقب الاستماع إلى تقرير مركز الدفنية والمعاناة التي يعاني منها كجمعية خاصة بشؤون المبتورين وكذلك مصابي الحرب في ليبيا، لماذا أو ما هو الدعم الحكومي المقدم لكم وما الدور الذي تلعبه الجمعية في هذا الخصوص؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه طيبه لكم محمد ولضيوفك الكرام. طبعا جمعيه الطبيب هي طرف منظمه من منظمات المدني يشترك من لفات في غرض العمل التطوعي الغير الحكومي للسعي الى تحقيق اهداف خيريه معينه تحت مظله الجمعيه. وتاسست الجمعيه بتاريخ 15/3/2012 في مدينة مصراتة طبقا للأحكام والتشريعات النافذة من الإشهار الرسمي للجمعية تحت رقم 25 المقيد لدى مفوضية المجتمع المدني. طبعا محمد هي لا تتبع ليجب في الدولة ولا تهدف للربح المادي، وإنما تستثمر مواردها من التبرعات الخيرية واشتراكات مبتدئة في تحقيق أغراضها في الاهتمام والعناية بأفراد الشريف. طبعا الجمعية في محمد قائمة بعدة مشاريع من ضمنها مركز الأطراف الصناعية ومركز العلاج الطبيعي ومسبح مغلق في مواصفات عالمية مؤيه لأشخاص عاقة. طبعا سيد محمد الدعم الحكومي تقدر تقول بعد إنشاء مركز الأطراف الصناعية يتم اعتماد وقت تحت قرار رقم 550 له ذمة مالية مستقلة، له شخصية اعتبارية عامة. هذا المركز تم دعمه مؤخرا من قبل حكومة الاتفاق في بند مالي تحت الشراء وتعيين الآن لاستكمال هذا المشروع. نعم. طبعا المشروع عدة من المشاريع الكثيرة. نعم نعم السيد عبد الله، هنا الحديث أيضا عن دور الجمعية من خلال الدعم الذي تقدمها. الجمعية تقدم الدعم فقط نستطيع أن نقول السكان أو المصابين من مدينة مصراتة، أم أن الجمعية مختصة بالمصابين أو المبتورين على مستوى ليبيا؟ طبعا أخوي محمد الجمعية طبعا هي جمعية على مستوى المنطقة الغربية. المنطقة الغربية تنصرف إلى زنزان من سبيل حرب التحرير طبعا ثم ذوي العقد من سوري الأطراف وحالات الشلل والإصابات النفسية. الجمعية سعية في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كانوا إصابات حرب أو أشخاص من ذوي الإعاقات الجزئية. نعم سيد عبد الله، هل لديك أي إحصائيات أو أرقام يمكن أن تفيدنا بها فيما يخص هذه الشريحة؟ طبعا محمد عدد من سبيل الجمعية من 250 إلى 255 اسم فرد تضم الإعاقات. هذه من منتسبين الجمعية الفعليين اللي هم من مفوضية حرب التحرير. العمل جاري على ضم باقي الشريحة. العمل القائد
تحت لجنة حصر قاعدين يحصروا فيهم مازال ما تمش الحصر النهائي، لكن ان شاء الله باذن الله حننافس في باب القبول انتساب الجميع، وما الرقم النهائي ما الوقت الحالي من 250 الى 55. نعم، فيما يخص الانتساب لهذه الجمعيه هل من شروط او ربما مطلوبه من قبل من يريد الانضمام لهذه الجمعيه ويحتاج الى مساعده خصوصا من ذوي الاحتياجات الخاصه من المبتورين؟ الشروط اخوي محمد هي ان لابد ان يكون شخص من الاشخاص ذوي الاعاقه مبتوري الطرف، هذه الشروط المطلوبه هي طبعا، وان يكون في محاربه التعريض. إذا كان السيد عبد الله، إذا كان لديك أي كلمة أخيرة فيما يخص جمعية أبطال ليبيا أو فيما يخص المبتورين وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا بصفة عامة تود توجيهها للمجتمع أو للحكومة، لك الهواء. أنا طبعا أخوي محمد نوجه الكلمة للقيادة ذوي الاختصاص لعدم الاهتمام بذوي الإعاقة بصفة عامة، تسهيل وتطوير التشريعات النافذة بخصوص بما في ذلك القانون رقم 5 الصادر في 1962 التعديلات التصنيفات الدولية ذوي الإعاقة يتم تنفيذها إثبات وضع المعاقين من الصين. على بد أن ناشد المنظمات أو قيادة الاختصاص في هذا الموضوع أنهم ينظروا الأشخاص هذول بنظرة مستقبلية، اثنين عن تو الأبطال ما فعلوش إمكانية الوصول في ليبيا، أشخاص ذوي الإعاقة عن تو أماكن بصفة عامة، سواء كانت أماكن عامة أو أماكن خاصة، من مثلا المطار يا محمد، ما فيش مثلا أماكن خاصة أو مطيئة لوجود خاصة الإعاقة. ثانيا من منطقة مدى الناس أي جهة خاصة إن تنظر لهالمنظور وتفعيل امكانيه الوصول في ليبيا، لان في ليبيا احنا نعتبر الدوله الوحيده اللي ما لهاش امكانيه الوصول اشخاص ذوي الاعاقه. نعم، ونحن أيضا بدورنا نتمنى أن تكون رسالتك قد وصلت إلى المسؤولين والمهتمين بهذا الشأن. السيد عبد الله بن غلبون عضو مجلس إدارة جمعية أبطال ليبيا، شكرا لانضمامك معنا للسابعة. مشاهدينا بعد الفاصل. أهازيج مميزة تعكس ثقافة المنطقة وتجتذب اهتمام الشباب، أين ومتى؟ هذا ما نعرفه بعد قليل. أهلا بكم من جديد. لم يبتعد عيد الأضحى كثيرا، وبالحديث عن الماشية ومواسمها في ليبيا لابد من ذكر طقس يعتبر من أكثر الطقوس تميزا في عدد من المناطق الليبية. ففي أواخر فصل الربيع وبداية فصل الصيف من كل سنة ينطلق ما يتعارف عليه بموسم جز الصوف، ويتحول هذا الموسم لما يشبه الاحتفال التقليدي بطقوس خاصة تعكس ثقافة المنطقة من خلال أهازيج تنشد بطريقة معينة ولحن مميز. كاميرا السابعة كانت حاضرة لموسم جز الصوف في منطقة جادو، وهذا ما رصدته من أجواء مميزة. موسم الزاز هذا يعتبر عيد للي هل الأغلام وهذا يجمعوا فيه كله مع بعضهم، وتبدأ مهاجات وتبدأ فرح وتبدأ مناسبات، وينصبوا التراث الشعبي وينصبوا كذا ووجبات الأكل، ويتموا الأخوة اللي يتحابوا في المكان هذايا. ومن الأغلام في الموسم هذايا يزوزوا الغنم، وبعد إن شاء الله يمده هكا يبدو حتى في اللي عنده معيز وعنده شيء يززه، لأن احنا عندنا موسم الزاز تختلف على ثلاث إمكانات، أول ما يززوا الغنم وبعدين يززوا المعز وبعدين يززوا اللبن، هذا في مكان اللبن يززوا فاه وكان كذا.
زازان الغلم هذا تجتمع عليه الناس من كل مطراح، وتبدأ بالمهاجات وتبدأ بالزازان، وتراث قديم، تراث ما ينتهيش. فتلقى الناس يجي من كل مكان وتفزع له، ويجي صاحب الأغنام هذا يكون الناس كرماء يضيفوا الناس ويعزموهم، والحمد لله. والنتيجة من هذا الزازان أو بعد يصوف الأغنام هذا نستعملوه في عدة حاجات. عندنا ربي ذكرها في القرآن وأصوافها وأشعارها، يعني الأصواف متاعها نمشوا ندروها في منسوجاتنا ونستعملوا فيها كبيت الشعر هضايا، هذا نفسه مخلط بالصوف والشعر المعز، ونكونوا منه في بيوت، ونكونوا منه في غرائر يتحملوها اللبس. زمان كانوا نحملوا فيها في الشعير من كان لإمكان من كذا، والحمد لله. ومن هذه الأغنام أول بادي فيها فائدة للفلاحين وفيها فائدة للدولة. جز الأغنام اللي هي الأغنام الكبيرة، يعني من اللي من سنتين فما فوق، يعني نعتبرها نقولوا احنا حولية، اللي هي بلغت يعني تجاوزت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، وفما فوق اللي هي الرباعية والسدسة والجامعة وهكذا يعني. أما بالنسبة للخرفان الصغار طبعا ما يتمش جز إلا في السنة المقبلة إن شاء الله. طبعا الذكور ممكن فيه اللي بعض المربين طبعا بيرباها وبيبيعها مستقبلا، وفيه اللي بيبيعها الان. اما اللي ناث فهي طبعا تربى باش تكثر سلاله الاغنام ويزيد من انتاجها، وهذا طبعا يمثل دعم قوي للاقتصاد الوطني والقومي بالنسبه للدوله ككل. ولكن ايضا نبي نوجه كلمه للمسؤولين في الدوله الليبيه انهم يهتموا بالمربين، لان حقيقه نحن في المنطقه الغربيه نعاني الكثير وكثير من غلاء الاسعار فيما يتعلق بالاعلاف، ونعرفوا ان المنطقه هي منطقه اصباخ، يعني باعتبار الجفاف موجود خلال السنوات الماضيه بالكامل حوالي 3 أو 4 سنوات، والمربي حقيقه يعني يخسر في اموال باهظه من اجل تربيه هذه الاغنام. لما الدوله تتبنى هذا الموضوع وتوفر لنا الاعلاف باسعار مناسبه تدعم الاقتصاد الوطني، ويستطيع حتى المواطن البسيط بعدين ما يتأثرش بغلاء ارتفاع أسعار اللحوم في المجازر وغيرها، يعني هذا بينعكس سلبا على حتى المواطن. وتوا في زحم جاي لعير
السلام صلي على النبي. وانت ذهب في دار في دار الدلال يا وراك داوين هانانا يا مالك تانا مال هرين من الظلال. وانت ذهب في دار هانا مدلال ويا راك داوي المال ما هذا البال يا وجايب هالي جاي يا هالي بهالي ما هي زانه بالي وهي حابسه والمال انا ما البالي يوصل ابن ورانا ما هي يا السابع انتهت. إلى اللقاء.